جنوب طرابلس وسهل شفارق، وشكر لكم يعني اهتمامكم بالمواطنين والأخوة المضطرين من أبطال الحروب، واستفساركم لموضوع جبر الضرر اللي هو يقوم به تو حاليا الصندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل شفارق للأخوة المضطرين حاليا من حرب 2019. وطمنكم يعني اللجان تشتغل، جزء منها في اللي يغطيه مجلس اعيان سوق الجمعه والنواحي الاربعه البلديه تبعها، والجزء الثاني في بلديه بوسليم والعزيزيه، وعندنا قصر بنغشير وعندنا الصواني، اللجان التاديه في اعمال الحصر، برنامج حكومه الوحده الوطنيه في قرار برنامج جبر الضرر اللي هو يتمثل في تخصيص المبالغ حاليا للاسر اللي اضطرت منازلها اثناء الحروب، تشمل اعمال الهدم الكلي والحرق، وحتى اعمال المضطره جزئيا، وحتى المباني التي صانها اهاليها يعني جزئيا حتى هي داخل البرنامج، وحاليا يعني في المراحل الاخيره لصرف القيم المحاضر الاولى لاعمال الحصر اللي تمثلت في المحاضر رقم واحد لكل بلديه. ونطمنكم حتى بلدية سوق جمعة أصدر قرار من مجلس الوزراء بضمها لبرنامج جبر الضرر اللي حاصل، وحتى هي تم حصر المنازل المتضررة سواء بالضرر الكلي أو الجزئي، وحتى هي ستلحق للبرنامج التعويضات. وتم في هذا الصدد يعني استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة مع وزارة التخطيط، والحق مشكورين يعني حتى متشابهوا مع البرنامج، ويحق مشروع القرار لمجلس الوزراء للبدء في صرف الدفعات الاولى. وحاليا الصندوق يعني مستمر في استكمال اعمال الحصر باللجان المتخصصه من داخل البلديات، والحق البلديات وعمدائها متعاونين تعاون كامل مع الصندوق، ومشكلين لجان فرعيه في كل بلديه تقوم بأعمال الحصر، من ضمنها مندوبين للصندوق في كل بلدية، ونطمنكم البرنامج مستمر، وحكومة الوحدة الوطنية مصرة على استكمال هذا البرنامج لتخفيف الأعباء على المواطنين المضطرين. ونطمنكم أن برنامج الصندوق يشمل أعمال إعمار لهذه المناطق، وفي حال استكمال تخصيص المخصصات المالية حيبدأ برنامج لإعادة الإعمار للمناطق هي، تشمل أعمال بنية تحتية وإزالة آثار الحروب وتنفيذ تجمعات سكنية متكاملة، وكل ما من شأنه أن يرفع من مستوى هذه المناطق. وأي استفسار إحنا حاضرين، وما فيش مشكلة في أي استفسار تقوموا بطرحه، وما فيش أي إشكالية.